السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايره اموركم؟ هانيه، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم جينا معكم بواحد الفيديو جديد. غادي نفصلوا واحد الجلابه. غادي نبداو على بركه الله. العبار هاد السيده عندها 42 الكساف، كناخذو من هنا لهنا 42 الكساف مقسوم على جوج هي 21، زائد سنتيم ديال الخياطه هي 22. كنوضعو 22 من هنايا وكنديروا هاد النقطه. كنجيو من هنا لهنا كنديروا دورات العنق، كنديروا 8 وكنديروا هاد النقطة وكنهبطوا بجوج سنتيم وكنديروا ديك الدورة هكا. كنجيو لهنا كنهبطوا بثلاثة سنتيم، هادي قاعدة، كنديروا هاد النقطة. كنجيو كنتراسي واحد الخط منا، كتكون عندنا هنا زاوية قائمة. داكشي اللي درنا في الكتاف هو اللي كنهبطوا به من هاد النقطة لهاد النقطة زائد واحد سنتيم. من هنا لهنا كانت عندنا 21 زائد واحد هي 22، دونك كنهبطوا من هنا لهنا ب 22. عندها دورة الصدر عندها ميتو 22، ميتو 22 كنزيدو عليها 10 سنتيم كنقسموها على 4 كتعطينا 33، دونك 33 زائد سنتيم هي 34. كنحطو من هنا لهنا كنديرو لها 34 أونس، هاديك السنتيم ديال السيرجي. كاين اللي كيدخل ملي كيبغي يدير السيرجي كتاكلو السيرجي واحد السنتيم. من هاد النقطة لهاد النقطة كنهبطو بخمسطاش سنتيم باش كنديرو العبار ديال الحزام. هاد السيدة عندها ميتو 18 في دورة الحزام، كنقسموها على 4 كتعطينا 32، دونك غادي نحطو من هنايا لهنايا 32 زائد سنتيم هي 33 أونس سنتيم ديال السيرجي. وكنهبطو من هاد النقطة لهاد النقطة باش ندير لها العبار ديال الباسان، كنهبطو ب 15 سنتيم. من هنا لهنا 15 ومن هنا لهنا 15 قاعده، هذه طايه كبيره. عندها 136 في دوره دوره لي هونش زائد 10 سنتيم مقسوم على 4 كتعطينا 36 ونص، زائد سنتيم هي 37 ونص، زائد داك السنتيم ديال السوجي هي 38، دونك كنحطو لها 38 كتجينا هنايا. دونك حنا درنا ثلاثة نقط، النقطة ديال الصدر، النقطة ديال الحزام، النقطة ديال لي هونش. هاد الجلابة دابا راه عندنا في طوندونس الفتاحي في الجناب، دونك عندها 38 في لي هونش، غادي نهبطو ب 38، غادي تجيها جلابة دغوات. باش نعبرو الطول كنهبطو من هاد جوج سنتيم اللي هبطنا، كنشدو سنتيم من هنايا. عندها 136 زائد 10 سنتيم هي 146، هي 146، وكنديرو الخط ديالنا. قلنا جلابة دروات يعني 38، العبار اللي عندها في لي هونش هو اللي غادي نهبطو به. وغادي نجيو نتراسيو هنايا دورة التركيز. عندها هاد السيدة عندها 33 في العبار ديال الصدر، في الربع ديال الصدر، كنقصو منو 3 سنتيم، يعني غادي نخليولها في التركيز ديالها 30 سنتيم. كنشدو سنتيم ديك النقطة هي هاديك 30 سنتيم، وغادي نتراسيو المسائل ديالنا. كنلاقيو النقط بعضياتهم، كنهبطو هكا صافي. احنا تراسينا الدارير ديالنا. قبل ما نشدو المقص نفيريفيو العبار، ندير واحد التيت فيريفيكاسيون. من هنا لهنا 8 على 2، هنايا نصف عبار الكتف. من هنا لهنا عندها 33، دونك خص تكون عندنا 34 ونص. عندها 32 في الحزام، دونك 33 ونص. في لي هونش عندها 36 ونص، دونك تكون عندنا 38. صافي العبارات ديالنا هما هادوك. بسم الله، دابا غادي نقطع. هذا التوب تاع المليفه كيتلبس صافو بالشهاده، زعما كيدي موضة هذا. واخا دابا راه عندنا في طوندونس عندنا الكريب دو سوا، ولكن صراحة المليفه عندها الشارم ديالها، كاين المعجبين ديال المليفه، لأن الكريب ما يتلبسش في البرد، هي كتلبس في البرد و في الصيف. كاينه واحد المساله
غادي نديرو واحد الكخوه هنايا كوم كوا بان هذا هو الظهر ديال الوجه، باش منين نجيو نخيطو ما يبقاش يتخربق لنا الوجه مع الظهر. ها هو الدوفون الديريير، غادي نجيو للدوفون. خاصني تكونوا حافظين القاعده باش تقدموا وتمشيو عليها، وان شاء الله غادي تطلع الفصاله ديالكم مزيان. بطبيعه الحال مع لاسياج، مع عمركم تشينوا البياسه حتى تجي السيده وديروا لها لاسياج ديالها، وديك الساعه تفينوا البياسه. يعني ملي كتزديوها من الجناب بلا ما تدوزوا لهذاك القطعان او لا، خليوها هكاك يعني غير بالخياطه زديوها. منين تجي الكليانه تلبسها كانت واسعه نقصوا لها، وغالبا ما غادي تكون واسعه حيت انا ديما كنشد شويه العبار بالزياده باش كنزيد 10 سنتيم، وهي نورمالمون غير 8 سنتيم ولكن كنزيدو 10 سنتيم. او ثاني انا ما كنشد ما سنتيم ما كنخليهش لاصق، كنخليه شي شويه متسع. بصراحه ما كتحشمنيش ديك الفصاله شويه مليفه ناقصه، ولكن قلنا راه عندنا العبار بزياده ما نخافوش. غادي نشدو التوب ديالنا، وديما تكون عندنا شي حاجه باش نقبطو التوب باش ما يبقاش يلعب التوب. انا عندي هاد الشميعات، نتوما غادي نورجيهم لكم. الشميعات هنايا باش ما يبرزطناش هاد التوب. نحطو هنايا صافي، إذا كان شي دفو نخرجو من تحت. صافي حنا قدينا التوب، بالنسبه هنا لتحت ما تخافوش، واخا مثلا تخرجكم شي نقصه شي سنتيم ولا هذا ماشي مشكل. ليسونسييل هو من جهه الصدر، من جهه الصدر هنايا الصدر والحوض هادو اتونسيون ما خصكمش يكون عندكم شي سنتيم ناقص او لا. هانتوما فين خرج ليا واحد بحال شكل المهم واحد ديكالاج، غادي نقطع ماشي مشكل. المهم خصني نقاد التوب ضروري، التوب يتقاد هاد ديكالاج غادي نقطعو وغادي نبداو على بركة الله. هنايا هاد الحاشية هادي أنا كنقطعها، يعني أنا كن الخياطة كندوزها منا على الاخر ديال داك الخط الابيض. شتو فين كاينه الكتابه؟ من هنا، من هنا لهنا هذا كيمشي، لان يعني الكتابه ما يمكلهاش تبان. دونك انا كنخيط هنايا عند هذا الخط هذا، عند هذا الخط هذا، غنوريكم هاد الناس عند هذا الخط هذا كنخيط، فهمتوا؟ يعني باش كيبقى كتبان غير هاد لابار من هنا لهنا، اما هذا ما خصوش يبان. دونك خصني نزيد شويه التوب لهنايا. والبنات عينكم ميزانكم، اش كنقول لكم ديما شدوا شويه العبار بالوفا باش ما تحصلوش. دونك دابا غادي نقطع بسم الله، وكنجيو كنحطو الدارير على التوب وكنفصلو. هي جات عبار حيت عندها في رونش 38.
كنتطال ديالنا. هنايا كنميل واحد شي شويه هكا على خط مستقيم، ولكن هنايا في مجهد الجليل كنطلعوا بواحد سنتيم حتى جوج سنتيم باش ما تبقاش الجلابه ديالنا دايره في الجل هابطه للارض. هادشي قلنا كله غادي يمشي بالسيرجي، انا ما غادي ندير والو هنا، ولكن ملي يكون كندير السيرجي غادي ندخل غندخل في هاد الحاشيه هادي ما غاديش نخليها. دونك هاد دوفون ديالي غادي نديرو هاد الدريال، غادي يبقى ليا غير دوفون غادي هادي قاعده اساسيه انا كنخدم بها، كنهبط من هنا لهنا 11 سنتيم وكندير داك الدوره هكا، وكنهبط من هنا لهنا 2 سنتيم باش ما تبقاش كتهرب ليا الجلابه اللور، كنهبط منا. وهنايا مثلا غادي نجي هنايا نخرج من هنايا ازيرو، لكن ملي نجي هنا ندخل واحد سنتيم هكا باش ندخل واحد سنتيم ونخرج هنا ازيرو، يعني هكا بسم الله هنا دخلت هنايا ونجي خارج هنايا زيرو ها. ونطيرها جوج سنتيم اللي قلت لكم وندير التقطيع ديالي. ندير الكروه ديالي هكا باش نخدم باش نعرف بان هذا هو الظهر. صافي سالينا البنات ها هما الدوبويات، غادي نجيو لليدين والقلب. شبطات كيعطيو الثوب مراجل، غادي نجيو نقطعو اليدين. طونسيون ملي نكونو نقطعو اليدين ديما نديرو بحساب القب. انا راه درت واحد الخطا بسيط يمكن نتوما ما غاديش تنتبهوا له، انا فصلت على الوجه ديال الثوب فهمتوا سكيفي، هي نورمالمون كنفصلوا على الظهر ديال الثوب باش داك التراساج ما كيبقاش يجي باين في الجلابه. انا غلطت فصلت على الوجه ديال الثوب، يعني هذيك الكروه اللي درت لكم هكا انا عندي هو الظهر ديال سميتو هو الوجه ديال الثوب، دونك ما غاديش نخدم انا على الكروه، يعني غادي ندير العكس. وانا من هنا لهنا كندير واحد الخط، ديما الخطوط ديالنا خص تكون عندنا زاويه قائمه، هنا عندنا قلنا عندها 30 تبقى لها 30 في التركيز. شوف هاد السيده هادي غليظه، هما بالنسبه للتركيز كنديروا 30 ناقص 2 سنتيم كنطراسيو غير 28، ولكن هاد السيده غليظه. كاينه المراه اللي كيكون عندها مثلا من جهه الكتاف كيكونوا الظهر ديالها كتكون عندها واحد الحيمه خارجه، هنا نديروا لها 30 ما نقصوش داك 2 سنتيم، داكشي اللي عندها في التركيز نحطوه، نجيو لهنايا 30 النص ديالها 15 نديروا هاد الخط، كنخرجوا منا سنتيم وكندخلوا منا سنتيم. وديما كنديروا العبار ديال الدوره ديال اليد ديالها. السيده عندها 22 21 ندير لها هي زائد سنتيم 22 ونص، عندها في الطول 60 زائد 2 سنتيم هي 62، ها هي ندير لها غير 16 لا نديرو 15 صافي ونطراسيو نلاقيو الخطوط دونك كنطلع سنتيم وكنخرج في الميليو في النص ديال اليد وكنهبط سنتيم نقطع هكا كنمشي نيشان ندير كروه هنا، ولكن هاد الكروه انا عندي هي الوجه معنيناش باين هنايا في هاد التوب هذا باين الوجه من الظهر معنينا ما نديرو والو هنايا. دابا غادي نجيو للقب،
القب غادي نطراسي من هنا لهنا زاويه قائمه. هذه قاعده اساسيه كيديروها بعدا. نعطيكم واحد العباد ديال القب من هنا لهنا، يعني اللي هو الوجه، ديما كنديروا 40. كاين اللي كيدير 42، المهم هي قاعده اساسيه 40. واخا نهبطوا من هنا لهنا 40، من هنا لهنا نديروا 28 30. هنا نديروا 28، 28 هي اللي كتجي زوينه. وغادي ندير واحد الخط هكا. كنولي حاصله على مستطيل. غادي نجي كنديرو قلنا في الظهر 8 على 2، الدوفون كنديرو 11 على 8. قاعده اساسيه من هاد النقطه اللي هنايا خص تكون عندي 26. غنشوف فين غطيح لي، كنشد منه وكنطلع شي شويه. من هنا لهنا كنطلع واحد 10 سنتيم هنا، وكنديرو واحد الخط هكا. هادي قاعده اساسيه. دونك غنشوف فين غطيح لي 26. غطيح لي هنا، دونك هنا بقات النقطه ديالي. غادي نجي من هاد النقطه لهنا وندير هكا ونميل الخط. ها هي نميل الخط، وهاد 26 غادي نجي من هنا لهنا. الوسط ديالها النصف هو 13، كندخل منا سنتيم وكنخرج منا سنتيم، وكنجي كندير داك الترازاج حتى كنوصل لهاد النص، وكنجي لهنايا كنخلي من هنا لهنا ديك سميتها الباندا، دوك الودنين ديال القب اللي كيجيو هابطين. نديرو حنا كاع العبار ديال المسطره ها، ديرو واحد 10 سنتيم دوك الودنين ديال القب، ديرو كاع انا كنخلي شويه طوال 15 سنتيم، وكنجي كنلاقيك صافي. ها القب ديالنا، وكنجيو كنطراسيو ها نتوما ديالنا ساهل ماهل. يا سالينا، نتمنى تكونوا استفدتوا، وبسلام عليكم. الى لقاء اخر مع فيديو اخر. سلامه.